لدى استقبال سموه للسفير الأمريكي، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، أكد أن حاضر علاقاتنا الثنائية سياسيا واقتصاديا أصبح أكثر إشراقا بفضل تعاون الإدارة الأمريكية برئاسة فخامة الرئيس دونالد ترامب، الذي يجدد بسياساته الفعالة الدور الأمريكي المعهود في دعم الحلفاء والأصدقاء. فيما نقل السفير الأمريكي إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات فخامة الرئيس دونالد ترامب وتقدير حكومة بلاده. كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم السيد جاستين سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى مملكة البحرين، حيث جرى بحث علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما وصلت إليه علاقات التعاون بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من نماء وتقدم على المستويات كافة، وما يليه البلدان من حرص على ترسيخ مجالات التعاون بينهما بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. أضاف سموه أن مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات صداقة تاريخية وطيدة متميزة تزداد رسوخا ونماء في ظل حرص البلدين المتبادل على الوصول بهذه العلاقات إلى مستويات تعبر عن حجم التحالف الاستراتيجي القائم بينهما. نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من أجل نشر السلام والأمن والاستقرار في أرجاء العالم، بما لديها من ثقل دولي كبير وما تمتلكه من مقومات للتأثير في صناعة القرار الدولي. أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر خلال اللقاء أن ما تمر به المنطقة من تحديات عديدة يتطلب مزيدا من العمل المشترك بين الدول الحليفة والصديقة واتخاذ المبادرات التي تضمن الحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة على المستوى العالمي. من جانبه أعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم ورعاية سموه لكل ما يسهم في تعزيز علاقات التعاون والصداقة المتميزة بين البلدين، ومشيدا بالجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في دعم جهود نشر السلام والأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.